تاخذ دجاج ام الكيروين براحتها. احنا نقيس هيك لان الالتار مو حقيقيه. نوعيه راقيه، اللي اخذوها وجربوها من عندي قالوا نوعيه راقيه استفادينا من عندها. انا لما جربوها وشافوها راقيه سويت الاعلان عليه. شوف الشاشه مالتها ايش قد حلوه. هاي من هنا الصعد وتنزل بالحراره، شوف لحد 200، ومن هنا صعد وتنزل بالوقت. شاشه الوقت واحد وشاشه الحراره واحد. او اذا انت دست هذني مثلا لحم او دجاج او سمك هي تاخذ الحراره والتوقيت وحدها. من تكمل ترجع تدوس هاي تشتغل. شوف ضاع الهواء مالتها ايش قد دفعه قوي. شوف الهواء مالتها ايش قد دفعه قوي. قاعد تشوفونها طلع عندك الفيديو تمام. بها شاشه بها ضوء تقدرون تشوفين الاكل من برا. اذا فتحتيها تفصل. من ترجعين شوف حرارتها اساسا بينت الحراره، يعني معناها المحرك مالتها كلش راقي. رجعت تشتغل، شوف رجعت على وضعيتها تشتغل، فتقدرين تشوفين الاكل وترجعينها.